أهلا بكم. أحيت الأسرة الأردنية الواحدة الذكرى 19 ليوم الوفاء والبيعة، ذكرى الوفاء للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، والبيعة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. ففي ذكرى يوم رحيل الحسين الملك الباني، استذكر الأردنيون مسيرة حياة حافلة بالعطاء والإنجازات خاضها الحسين إلى جانب أبناء شعبه الوفي لبناء الأردن الحديث وإعلاء شأنه. وعقب رحيل المغفور له الملك الحسين، وقف الأردنيون بحزم وثبات إلى جانب جلالة الملك عبد الله الثاني لمواصلة مسيرة البناء والتحديث والتنمية والإصلاح، ضارعين إلى الله العلي القدير أن يمد جلالته بالعمر المديد والبركة لإتمام مسيرة هذا الوطن الغالي.